الثالث على التوالي المصريون بالخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية. حمدين يتعهد باستعادة أهداف الثورة والسيسي يؤكد الرئاسة لن تستمر بأداء ما قبل ثورة يناير. إثيوبيا تؤكد التزامها بإجراء مفاوضات حقيقية مع مصر حول سد النهضة. موجز لآخر وأهم الأخبار من النهار اليوم، أهلا بكم. يواصل المصريون بالخارج عملية التصويت لليوم الثالث على التوالي في الانتخابات الرئاسية. وفي تصريحات خاصة للنهار اليوم قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية إن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الواحدة ظهر اليوم قد تجاوز 170 ألف ناخب، وهو ما يزيد مرة ونصف على من صوتوا في الاستفتاء على دستور عام 2014. هذا ومن المقرر أن ينتهي اقتراع المصريين في الخارج غدا الأحد ليبدأ داخل مصر يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو الجاري. تعقد حملة المشير عبد الفتاح السيسي ثلاثة مؤتمرات جماهيرية بمحافظة الشرقية اليوم لدعم مرشحها في الانتخابات الرئاسية. كما تقوم لجنة الشباب بالحملة بتوزيع اللمبات الموفرة في عدد من المناطق الشعبية تحت شعار بالتوفير تحيا مصر. وفي حواره مع الأهرام أمس قال المشير السيسي إن مؤسسة الرئاسة بحاجة إلى تنظيم، ولا يمكن أن يستمر أداؤها كما كان قبل ثورة 25 من يناير. كما قال إن علاقات مصر الدولية يجب أن تقوم على التوازن والمصلحة الوطنية وليس الانتهازية السياسية، موضحا أن واشنطن أدركت الآن أن ما شهدته مصر في 30 من يونيو كان تحركا شعبيا. تنظم حملة المرشح الرئاسي حمدين الصباحي مجموعة من السلاسل البشرية في إطار الدعاية الانتخابية. وكان الصباحي قد راهن على من وصفهم بحزب الكنبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالحه. وأكد الصباحي خلال كلمة ألقاها أمس في مؤتمر نظمته حملة الانتخابية بالإسكندرية على استعادة أهداف الثورة المصرية، وأضاف أن الإسكندرية مدينة شهداء الثورة بدءا من خالد سعيد مرورا بالموجات الثورية المختلفة. وإلى الانتخابات البرلمانية، حيث تنتهي لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من أعمالها اليوم. ومن المقرر أن يتم طرح مسودة التعديلات للحوار المجتمعي غدا لمدة أسبوعين إعمالا لقرار رئيس الجمهورية. وكانت اللجنة قد استقرت على إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط، وأضافت عددا من العقوبات لباب الجرائم الانتخابية في قانون الحقوق السياسية. قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن العلاقة مع ليبيا لا يمكن أن تمس ببناء جدار، وأن مثل هذه الأمور لن تحدث لأن الروابط بين البلدين أكبر. وتناول فهمي خلال لقائه بنظيره الليبي محمد عبد العزيز اليوم، تناول أهمية سرعة التدخل لحل مشكلة السائقين والشاحنات المحتجزة على طريق طبرق الدولي والإسراع بالإفراج عنهم. كما أكد فهمي حرص مصر واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للحكومة الليبية لمساعدة في فرض القانون والنظام العام. قالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية إن إثيوبيا ملتزمة بإجراء مفاوضة حقيقية مع مصر لمعالجة مشاعر القلق من سد النهضة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إثيوبيا مستعدة دائما لانتهاج مسار الانتفاع العادل والمعقول من الموارد المائية بنهر النيل من أجل المشاركة في المنافع وتحقيق مبدأ المكاسب المتبادلة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الأركان في قوات الدفاع الإثيوبية أن قوات بلاده تملك الآن القدرة الكافية للدفاع عن وطنها والحفاظ على سد النهضة. وإلى الشأن القضائي، حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الأخوان، وذلك في قضية التخابر لجلسة الثاني من يونيو لاستكمال سماع الشهود. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي، فضلا عن التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تذكير بأبرز العناوين. لليوم الثالث على التوالي المصريون بالخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية.
السيسي الرئاسة لن تستمر بأداء ما قبل ثورة يناير، وحمدين يتعهد باستعادة أهداف الثورة. إثيوبيا تؤكد التزامها بإجراء مفاوضات حقيقية مع مصر حول سد النهضة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.